أريد أن أبدأ بسلطان الحديث معك من العائلة، من أبناء عبد العزيز الراجح الله يرحمه. حدثني عن قصة صعود هذه العائلة في عالم التجارة، من وين بدأت القصة؟ هو طال عمرك البداية كانت بدأت في عمل الصرافة، طبعا بعد وصول الجد عبد العزيز الله يرحمه مع أبنائه. بدأت في جو عام من وين لوين؟ جاء طبعا من البكيرية من القصيم ايه؟ إلى الرياض على تقريبا في عام 59 للهجرة. جيته الثانية، جاء الجيه الأولى، بس الجيه الثانية استقر فيها حسب التاريخ اللي عندي حدود 1359 للهجرة. وفي عام البداية في العمل المصرفي كان العم صالح رحمة الله عليه. فالحين كم عيال عبد العزيز؟ المؤسسين هم أكثر، لكن المؤسسين هم الأربعة الأشقاء. منهم؟ اللي هو العم صالح رحمة الله عليه هو الأكبر هو صالح؟ الأكبر، نعم. إيه؟ والعم عبد الله رحمة الله عليه، في والوالد الوالد الله هو في الثالث عمره بترتيب. هو الثالث، نعم. والعم محمد. وبعدين وش إكمال القصة؟ فهو أقول لك البداية بدأت طبعا بدأ العم صالح في عام 1366 للهجرة. طبعا كانت بداية بسيطة، متواضعة، عمل يعني كان يبسط، ما كان عنده محل، و يعني بسطة بدون دكان. بدون دكان بدون محل، بسطة يعني الإمكانيات، وما في إمكانية أنه يكون عنده مكان. وش كان يبيع؟ طبعا الصرافة صرافة. بدأ أول شيء كانت صرافة بسيطة، وشوي شوي لأن أصبح في الرياض. محل في الرياض، نعم. وبعدين طال عمرك الوالد عمل مع العم صالح فترة في الرياض، وبعدين صار بين جدة والرياض خاصة في مواسم الحج، إلين استقر في جدة وفتح أول محله في جدة في عام 1376 للهجرة. ومن هناك طبعا فتح في مكة والمدينة وباقي المناطق. هذا بالنسبة للوالد طبعا بعد ما بدأ العم. شراكة مع صالح ولا لحاله؟ لا، هو بدأ يعمل مع العم صالح، وبعدين أصبح محله موجود في 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 جدة كمؤسسة، يعني موجودة في جدة مستقلة. العم محمد أيضا بدأ مع العم صالح واستمر معه، وبعدين في فترة لاحقة أصبح عنده مؤسسة الراجحي للاستبدال التجاري كمؤسسة أيضا صرافية خاصة فيه. والعم عبد الله كان دخل في المجال التجاري وليس في الصرافة، ودخل في عدة مجالات، وبعدين ما شاء الله حقق نجاحات كبيرة في مجال مواد البناء، السمنت والحديد، وكون نجاح يعني كبير جدا. فالبداية بدأ هذه البداية، وكانت كلها بداية بسيطة، يعني كلها بداية بسيطة، أعمال صغيرة كذا، لكن الحمد لله يعني بجدهم واجتهادهم نمت أعمالهم. متى أسسوا شركة الراجحي للتجارة والصرافة؟ شركة الراجحي للصرافة والتجارة تأسست طال عمرك في عام 1978 ميلادية، بداية في يناير 1978. وهذه طبعا هي كانت يعني تفكوا بين بعضهم، كان قرار بينهم أنه يندمجون، خاصة كان العمل المصرفي يعني توسع وكبر، فصار قرار أنهم يندمجون تحت الشركة. هالأربعة هذه هذولي؟ الأربعة، نعم، في الأعمال. والشركة كانت طبعا أعمال صرافية وأيضا في التجارة وفي الصناعة. يعني فأصبحت شركة يعني مصرفية، وأيضا تمارس أعمال التجارة وأعمال الصناعة. هذه كان اللي بدأت فيها، واستمرت الشركة هذه على ما هي عليه إلين عام 1988 ميلادي. هذه كانت نقلة للبنك. هذه الفترة، هذه العشر سنوات نمى العمل، نعم، بشكل كبير جدا. أتكلم بالذات في عمل الصرافة، نمى بشكل كبير جدا وتوسعت الفروع وزادت، فكانت يعني مرحلة تطور مهمة جدا. ففي عام 88 تم فصل العمل التجاري والعمل الصناعي في شركة أخرى سميت شركة الراجحي للصناعة والتجارة. و... يعني فصلوا البنك عن باقي الشغل. نعم، خلينا نقول بقى عمل البنك في الشركه هذه، بقى طلعوا الثاني والباقي طلع منها. طبعا في عقارات ما لها علاقه بالعمل المصرفي زائد العمل الصناعي والتجاري راح للشركه هذه، وتغير اسمها من شركه الراجحي للصرافه والتجاره الى شركه الراجحي المصرفيه للاستثمار، اللي هو الاسم الموجود الحالي، الاسم القانوني للبنك. وطبعا تحولت واصبحت شركه مساهمه.
طرح 50% من هذه الكتاب واصبح ترخيصها بنكي بدل ما كان يعني هنا مصرفية. تقريبا تحولت البنك وصارت شركه مساهمه ودخلوا مساهمين، وهنا كانت النقله الاهم يعني التاسيس كان في 78، النقله صارت في 88 تقريبا. نعم هذا صحيح، لانه حتى الشركه اللي تاسست في 78 هي اللي استمرت الى اليوم، يعني نفس السجل التجاري واستمر السجل نفسه ما أي استمر. اي نعم لانه تحول تغير الاسم وتحولت والشركات الاخرى خرجت منها.